هي أولى عمليات جني الطماطم الصناعية بمنطقة مجانة بولاية برج بوعريريج، بعد أن اختار هؤلاء الفلاحون خوض أول تجربة لمشروع زراعة الطماطم الصناعية بالمنطقة بتخصيص حوالي 6 هكتارات. العملية التي أثبتت نجاحها خاصة وأن متوسط الإنتاج فاق 100 طن في الهكتار. بغينا نتخذوا تجربة تاع الطماطم الصناعية كتجربة هنا على ما أظن البداية تاعها هنا في ولاية برج بوعريريج، واتخذنا قرار وخدمنا حوالي 6 هكتار، والحمد لله مدت نتيجة ما شاء الله، الحمد لله مردود من ناحية النوعية الكمية ما شاء الله. الفكرة تاع الطماطم الصناعية والحمد لله درنا ليتيود نتاعها، درنا لها ليتيود تاع ليتيود دو سول، درنا الكمية تاع المياه اسكو تكفي ما تكفيش، ومشينا معها ان شاء الله بربي على كل حال، ووفقنا ربي بعد المجهودات الجباره اللي درناها واللي دارتها ثاني على كل حال مام مديره الفلاحه اللي عاونتنا ثاني في الكهرباء وعاون شافونا في المشروع هذا، عاودوا زادوا مشاو معنا ثاني حتى في الكهرباء، بارك الله فيهم على كل حال. تجربة زراعة الطماطم الصناعية رافقتها مديرية المصالح الفلاحية للولاية من خلال تقديم العديد من التسهيلات للفلاحين الذين أرادوا خوض هذه التجربة، بداية باختيار نوعية البذور وصولا للدعم المقدم حسب كمية الإنتاج والمقدر بدينارين للكيلوغرام الواحد. التسهيلات اللي قدمناها أن الفلاح هذا استفاد العام هذا من الكهرباء الفلاحية اللي سهلت له استغلال الموارد المائية تاعو باش يقدر يدير ليريغاسيون تاع لا سوبرفيسي هذه. ثاني حاجة عندنا المسار التقني وين تبعنا هذا الفلاح هذا من لو ديبي تاع لا ميزون بلاز لا كولتور اللي كانت في لافان افريل حتى دركا متوسط الإنتاج اليوم رانا درنا كوميسيون سي لا ديرنيير ايتاب تاع المسار التقني تاع الشعبة هذه. جينا مع الغرفة لونيلاف ومديرية المصالح الفلاحية بور ليستيماسيون تاع لي روندمون. حنا اليوم رانا اون ايستيمي اليوم درنا تقدير الانتاج حوالي 100 طن على الهكتار. رافقنا نقل المنتوج الى الوحدة التحويلية المتواجدة بالمنطقة الصناعية التوسعة بولاية سطيف، والتي تقدر طاقتها الإنتاجية ب 1500 طن يوميا. الوحدة التي تستقبل خلال موسم الجني إنتاج 50 فلاحا متعاقدا معها من عديد الولايات الشرقية بما في ذلك ولاية برج بوعريريج. عدد الفلاحين المتعاقدين هما يفوتوا 50 فلاح اللي متواجدين على الولاية التالية، هي ولاية عنابة، الطارف، قالما، سكيكدا، عندنا البويرة، وزادوا المناطق الجدد هذو اللي هي أبجاية فيها 3 فلاحين، وعندنا ولاية برج بوعريريج، وعندنا ولاية سطيف. هذوما الولايات الجدد، يعني كل عام عندنا ولايات جدد يدخلوا في البرنامج. الحمد لله احنا المساحات قاعدين يكبروا، المناطق احنا اللي يهمنا احنا كيعودوا يخلقوا مناطق جدد كيما سن الله يبارك زادت ولايه البرج، برج بوعريريج اللي هي ان شاء الله بدينا فلاح اللي هو يكون نموذج، والاخرين يتبعوا الفلاحين الاخرين كيما في البويره ثاني عندها 4 سنين 5 سنين بدينا فلاح واحد ب 20 هكتار واليوم الحمد لله عاد تفوت 100 هكتار. بجايه كيف ثاني اول سنه اللي بدينا فيها الله يبارك قريب 100 هكتار. يعني هذا كل الامور يعني يشرفوا ويخرجوا لك انتاج يعني كاليتي اي كونتيتي. عملية تحويل الطماطم تخضع لعدة مراحل منذ استقبال المنتوج ونزع الشوائب وصولا لعملية التركيز والتعبئة. هنا كل التدابير تم اتخاذها لاستيعاب كمية معتبرة من الطماطم تصل للمصنع يوميا. الخط يبدأ بعملية التنظيف بالماء، عملية التنظيف عندنا تنظيف على 4 أو 5 مراحل، وبعدها تدخل مباشرة في الآلة اللي تقوم بتقطيعها. بعد التقطيع هناك مرحلة أخرى اللي هي مرحلة نزع اللحاء لابو، نزع حبيبات لي بيبان، الحبيبات اللي يكونوا متواجدين بالداخل الزريعة كما نقولوا، وبعدها نهائيا تروح مرحلة واحدة أخرى هي مرحلة التعقيم والبسترة اللي هي مرحلة لازمة في التحويل. من مرحلة البسترة نقوم برفع التركيز.
المصالح الفلاحية لولاية سطيف تسعى من خلال الدعم المقدم للفلاحين، وكذا وجود هذه الوحدة التحويلية بالولاية إلى تشجيع فلاحي المنطقة لخوض تجربة زراعة الطماطم الصناعية. تعتبر شعبة الطماطم والطماطم الصناعية من بين الشعب الاستراتيجية التي أولتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مكانة كبيرة، خاصة وأن هذه المادة الأولية أصبحت الجزائر لا تستوردها، وهذا بسبب انخراط الفلاحين في هذه الشعبة وأيضا للدعم الممنوح لهذه الشعبة. إن شاء الله راح نحاولوا احنا من خلال المجلس المهني والغرفة والاتحاد الفلاحين أننا نحاولوا كيفاش نطوروا هذه الشعبة، وخاصة أننا محظوظين وين كاين هذه لونيتي ترانسفورماسيون موجودة هنا على ولاية سطيف. زراعة الطماطم على غرار الكثير من المنتوجات التحويلية الأخرى تعرف اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة من خلال التسهيلات الكثيرة المقدمة للفلاحين وكذا المرافقة التقنية من قبل المصالح الفلاحية، وهو الأمر الذي شجع العديد من المستثمرين لفتح مصانع تحويلية لاستقطاب الكميات المتزايدة من هذه الشعبة الفلاحية.